حياكم الله مجددا في أهلا. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب للمرة الأولى الانتهاء من قياس الأداء الأكاديمي لعام 2023 للجامعات والكليات السعودية في 13 تخصصا في البرامج الأكاديمية من خلال نتائج اختبارات برنامج جاهزية، كما أصدرت لأول مرة بطاقات الأداء للجامعات بناء على نتائج كل جامعة في هذه الاختبارات. ما هو برنامج جاهزية؟ ما هذه الاختبارات؟ إلى ماذا ستؤدي نتائجها؟ كثير من التفاصيل نحاول أن نعرفها مع ضيف الكريم الدكتور بندر الخيال، مدير عام الاعتماد البرامجي بهيئة تقويم التعليم والتدريب. دكتور مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء النور أخوي فرح، ومسي عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا. ودنا في البداية بس نعرف المشاهدين ببرنامج جاهزية، ما هو؟ وبعده ننطلق إلى بقية محاورنا. بالبداية، مهام الهيئة تقويم التعليم والتدريب هو ضمان الجودة وضبط الجودة، ويأتي هذا عن طريق التقويم والقياس والاعتماد. فنحن لضمان الجودة نعمل على برنامج جاهزية، وهو أحد مبادرات هيئة تقويم التعليم والتدريب. نعم. وهو يقوم بإعداد إطار تخصصي لكل مجال أو لكل تخصص، مبني بين التكامل بين فرق علمية من الجامعات السعودية تنظر بالتوجهات الوطنية، وأكثر من 40 جهة وطنية من القطاعين الحكومي والخاص ينظرون إلى ما هي المهارات والمعارف المطلوبة في سوق العمل، وتترجم عن طريق الفرق العلمية إلى نواتج، ما يسمى بنواتج تعلم يمكن قياسها في الجامعات. هدفها تسهم هذه في تحسين وتعزيز اكتساب الخريجين المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وأيضا تقليص معدلات البطالة. دكتور إذا تسمح لي، أنتم مع الجهات اللي ذكرتها الأربعين جهة تشوفون إيش يحتاج سوق العمل وتروحوا توصوا الجامعات، ولا تشوفوا إيش تخصصات الجامعات وتحطوا أو تستبعدوا اللي ما يناسب سوق العمل منها؟ وين العملية؟ ممتاز. لا، بداية إحنا الجاهزية هو على البرامج والتخصصات الموجودة الآن في الجامعات. طيب. البرامج الموجودة الآن في الجامعات بعضها يواكب سوق العمل وبعضها ما يواكب سوق العمل، وهذا دائما حلمة كلمة فضالة نسمعها، أن والله المخرجات لا تواكب سوق العمل وغيرها. فإحنا قلنا والله التخصص الفلاني، مثلا تخصص علوم الحاسب، أي هل هو مطلوب بسوق العمل بالمهارات والمعارف الموجودة في برامج جامعات المملكة كلها الآن ولا لا؟ رحنا جلسنا مع الجهات القطاعية ذات العلاقة في هذا التخصص، من جهات حكومية وجهات خاصة، ممتاز، وذكروا لنا ما هي المهارات والمعارف المطلوبة، وأتينا بفريق علمي من الجامعات معني بصياغة نواتج التعلم وتحويل هذه المهارات والمعارف إلى لغة، إلى مناهج تدرس ويمكن قياسها، بحيث تكون المناهج محدثة بما يواكب سوق العمل. فبدأنا نحن بالتخصصات المالية والمحاسبة والاستثمار والتمويل، وأيضا تخصصات الحاسب الآلي بالقطاع، وتخصصات أيضا الهندسة. ولكن المرحلة الأولى اللي تم عليها الاختبار في مايو 23 هي كانت تخصصات الحاسب الآلي والعلوم الإدارية. طيب تسمح لي يا دكتور بس أذكر للمشاهدين 13 تخصص بسرعة وأسألك بعدها. التخصصات اللي اختبرها البرنامج: هندسة الحاسب الآلي، علوم الحاسب، الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، تقنية المعلومات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات، المالية، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، المخاطر والتأمين، المصارف والأسواق المالية. صحيح؟ صحيح. طيب هذه الـ13 أنتم قبل ما تختبرونها متأكدين إن هي مطلوبة في سوق العمل، واللي هذا كله يبين بعد الاختبار؟ لا، يبين طبعا بعد الاختبار طلباتها، هل هم المناهج الحالية في الاختبارات تواكب سوق العمل ولا لا. هذا اللي أنت ذكرتها في مقدمتك، أنه تزود أصحاب المصلحة بتقارير دولية عن أداء الجامعات والكليات في هذه الاختبارات. نحن ضمان الجودة يبدأ في جاهزية، ضبط الجودة نأتي في الاختبارات اللي صدرت، وهنا نضبط الجودة، نسوي الاختبارات على الطلبة، ناظر أداء الطلبة، ما هو يعني معدل الطلبة في هذه الاختبارات، لا يضر على الطالب ولكن يعطي تغذية راجعة للجامعة والكلية وأصحاب القرار، أنه والله هذا المستوى أنت يا برنامج في جامعة معينة لازم تعدل على المعايير الأكاديمية التي أعطيتها
إياها، وهي بنيت بناء من الجهات الوطنية ذات العلاقة والقطاعات الحكومية والخاصة وجهات التمويل. هذه هي جميل. طيب انا برجعك لنفس النقطه دكتور، بس يعني ابغى اجابه واضحه فيها. الان التخصصات اللي انتم تختارون قياس جاهزيتها، هذه التخصصات انتم سبق وتفاهمتوا مثلا مع وزاره الموارد البشريه وغيرها انها مطلوبه في السوق، ولا ما صار تفاهم؟ لا، هذه هي اخوي فرح، احنا دورنا على تحديث المناهج بالتخصصات الموجوده، اوكي، وليس على اقفال ولا فتح. ان الموجوده الان يعمل لها اختبارات. طبعا هي اخوي مفرح يعني بس ملاحظه بسيطه، طبعا هو في قرار من مجلس شؤون الجامعات انه يكون هنالك اختبارات معياريه لجميع البرامج، لكافه البرامج الموجوده الان في الجامعات، وتقوم بها هيئه تقويم التعليم والتدريب، ما عدا التخصصات التي يوجد لها هيئه تقوم بها مثل هيئه السعوديه التخصصات الصحيه، نعمل معهم وعملنا معهم في تطوير المعايير، ولكن التخصص الصحيه سوف يقوم بالاختبارات. جميل. فهذا طيب، قرار جاي من مجلس الجامعه. خلصتوا الاختبارات وعملتوها، ايش الخطوه اللي تصير بعد الاختبارات؟ ايش تسوون؟ ممتاز. الان خلصت الاختبارات، زودنا اصحاب المصلحه والجامعات في بطاقه للجامعه فيها اداء الاختبارات المعياريه، تعطيهم تغذية راجعة عليها، إن شاء الله عندنا اختبار آخر في 29/1 إلى 8 فبراير. طبعا يدخل هذا الاختبارات واتساق مع جاهزية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي اللي من الهيئة. الهيئة تشرط أنك أنت يا برنامج لازم تكون متفق مع إطار وطني لهذا التخصص، فإذا كان فيه والله فعلا إطار تخصصي صادر من الهيئة وأيضا من الجهات الوطنية ذات العلاقة مشتغلة عليه، خلاص أنت تربط عليه. فالجامعات راح تنظر لها لانها راح يصير متطلب بالاعتماد الاكاديمي البرامجي بالاضافه الى التصنيف. جميل. طيب، الجامعات اللي من الهيئه. طيب، نتائج الاختبار جاهزيه ايش قالت لكم؟ اذا ممكن تشاركنا النتائج دكتور. طبعا نتائج المرحله الاولى الان يعني من تحليلها ليست نتائج ممكن احنا نبني عليها، لسبب انها كانت جديدة تقريبا على الطلبة انهم ياخذون الاختبارات. لاحظنا الجدية متفاوتة بالطلبة، ولكن باذن الله المرحلة القادمة للمرحلة الثانية في 29 يناير سوف تكون جدية الطلبة، وسيكون هنالك ايضا اعلانات باذن الله مع جهات ذات العلاقة لتحفيز الطلبة لاخذ الاختبارات عن طريق شهادات. نعم. او امور اخرى. طيب، الاختبارات اللي بتكون في يناير يا دكتور حتشمل 24 تخصص غير ال 13 هذه، طيب ايش حتسووا في ال 13؟ حتعيدوا الاختبارات فيها؟ حتتعودوا الطلاب ولا ايش بالضبط؟ لا، هي ال 13 هي حتصير ال 13 زائد تخصصات اخرى، تخصصات الهندسه. هي طبعا التخصصات ال 13 راح يعني الطالب اللي اختبر السنه هذه تخرج ومشى. طيب، احنا اللي بنشوف تخرج الطالب اللي متوقع تخرجه السنه القادمه حيختبر الاختبار، ولكن اختبار مختلف ولكنه على نفس المحتوى نفس الاطار. فاحنا 13 راح تنعاد كمواد كاختبارات ولكن ليست كنفس الاسئله، وايضا يضاف عليها تخصصات الهندسه وباقي من تخصصات الاداره، وهذه ان شاء الله بتصير بشكل سنوي. يعني احنا الان بهدف ننتهي من معايير 54 تخصص في نهايه 23. جميل. طيب، انتم دوركم في النهايه يا دكتور انه انا افعل البرنامج، اجري الاختبارات، وبناء على نتائجها اعطي توصيات للجهات المسؤوله عنها فقط، ولا واحد من ادواركم انكم تاخذون قرار فيما يخصها؟ طبعا احنا قرار يعني مثل ما تفضلت في الطرح السابق، قرار هل هو اقفال ولا شيء ولا فتح ولا، هذه من القرارات ليست من مهام الهيئه. مهام الهيئه تقويم وقياس واعتماد، احنا نضمن الجوده بالجاهزيه، نضبطها بالاختبارات، ايضا التطوير المستمر بالرفع الاستقالات الدوليه عن اداء الجامعات لاصحاب المصلحه، مجلس شؤون الجامعات، الجامعات والكليات ذات العلاقه. نعم دكتور، دكتور شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في أهلا ولمجمل هذه التوضيحات. شكرا للدكتور بندر الخيال، مدير عام الاعتماد البرامجي في هيئة تقويم التعليم والتدريب، وبالتوفيق لهم حقيقة في كل برامجهم سواء اللي عملوها أو البرامج القادمة. بعد هذا الفاصل ألقاكم.